ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي أفضل الصحة وأحسن حال. من المعلوم أن الجزائر والمغرب غنية بالرقصات الفولكلورية الشعبية، ولا سيما الأمازيغية منها، وقد ارتبطت أيام ارتباط بالأشعار والألحان والأغاني. وتقترن هذه الرقصات الشعبية بالأعياد والحفلات والأعراس ومواسم الفلاحة والسمن. يعد الرقص الأمازيغي من أهم أنواع الرقص الذي ينتشر كثيراً في الجزائر والمغرب، حيث يتم التركيز غالباً في هذا النوع من الرقص على نساء الراقصات الجميلات، ولا يقتصر الرقص الأمازيغي على الرجال وحسب، بل هناك رقصات خاصة بالنساء وأخرى تجمع الرجال مع النساء، وتؤدى بعض الرقصات على الموسيقى والبعض الآخر على الطبول فقط. إليكم بعض رقصات الأمازيغيات، أتمنى أن تنال إعجابكم وشكراً. دنيا دنيا وايدريخ كجيران وان كجي تبان ليت سريع دايما يا نخياج تيب يا ديا واي دريخ كجيران هوا اللي جيت لي دي عبان وخياش تيجي اللي غاك سيارين يا ديا واي ليل كشلا دوان كشي دبان اللي جيت لي دي عبان وخياش تيجي واريخك سال يا ديا واي دريخ كجيران هوان كجي تبان ليت سريع دايما يا نخياج تيب يا ديا واي دريخ كجيران هوان هوان كجي تبان ليت سريع دايما يا نخياج تيب يا ديا واي دريخ.